للوقوف أكثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان ينضم إلينا عبر الإنترنت من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أهلا بك سيد علي. يعني بداية، نقمة الشعب ضد السياسيين متنامية وسط عجزهم أي السياسيين عن تلبية أبسط الاحتياجات. كما تعلم السياسيين حاليا يعني يصعب عليهم تلبية أبسط الاحتياجات التي يبحث عنها الشارع اللبناني، ومع ذلك لا تزال أزمة تشكيل الحكومة مستمرة. هذه الأزمة برأيك إلى أين ستأخذ لبنان سيد علي؟ أهلا وسهلا، شكرا لكم. في الحقيقة النقمة ضد السياسيين معروفة، وفاقد الشيء لا يعطيه، لأن الطبقة السياسية اللبنانية التي يرعاها حزب الله كما بات معلوما للقاصي والداني هي سبب بلاء اللبنانيين، وهي سبب مصائبهم، هي من جعلت حياة اللبنانيين جحيما، وهي بحسب قول الرئيس ميشيل عون، لأن لبنان بقيادته الحكيمة ذاهب إلى جهنم. في الحقيقة هناك نوع من الاستعصاء في الواقع اللبناني، هناك نوع من الانسداد السياسي. تقريبا جميع الحلول ومحاولات تشكيل الحكومة تفشل أمام تعنت رئيس الجمهورية وفريقه، الذين بات هدفهم واضحا ومعلوما، وهو ليس السيطرة على السلطة المعسكر، يبدو أنها السيطرة على كامل الحكومة. سيد علي، يعني تقرير، هناك تقرير لجامعة أمريكية في بيروت ترى أنه يعني في الأسابيع القليلة المقبلة سيشهد لبنان أكبر موجة هجرة في تاريخه. السؤال هنا، هل سيتحمل العالم موجة جديدة من اللجوء الذي يعاني من أزمته خلال السنوات الماضية؟ في الحقيقة تقرير الجامعة الأمريكية تحدث عن هجرة، وهناك فرق بين الهجرة واللجوء. والهجرة التي تحدث عنها تقرير الجامعة الأمريكية هي هجرة تسير بوتيرة متسارعة منذ سنتين تقريبا، الآن ارتفعت هذه الوتيرة بشكل خطير جدا. لبنان يكاد يفرغ من نخبه الأكاديمية والعلمية والتقنية والتكنولوجية، وبالتالي هناك هجرة حقيقية حتى على مستوى المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات. هناك عدد من القضاة كما يعلم الجميع قدموا استقالاتهم وغادروا لبنان إلى بحثا عن فرصة عمل في الخارج. أيضا هناك لا ننسى رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب شخصيا وبعض وزرائه قدموا طلبات للعمل في الجامعات في 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 الخارج. أنا أعتقد بأن الهجرة التي تعنيها الجامعة الأمريكية مرتبطة حتى بالجامعة نفسها، لأن الجامعة الأمريكية في بيروت طلبت وأن أعلنت بأنها بصدد إقفال، لا يعني بصدد الإقفال، هي بصدد الإقفال. هناك عدد من الجامعات هي مهددة بالإقفال، وذلك بالنظر لارتفاع أقساط الدراسية وما شاكل ذلك الناجم عن الأزمة الحياتية والمالية. نعم سيد علي، هناك من يحمل حزب الله مسؤولية ما يحدث من أزمات في لبنان، وهناك على الطرف الآخر من يحمل المسؤولية كاملة للرئيس ميشيل عون، وهناك من حملها لميقاتي، وأيضا هناك من حملها للحريري. باعتقادك من الذي يتحمل المسؤولية؟ في الحقيقة المسؤولية يعني هي مسؤولية بالتكافل والتضامن. ثمت معادلة أرساها حزب الله في لبنان منذ خروج الجيش السوري، وعندما ورث حزب الله الإدارة اللبنانية، إدارة الملف اللبناني من الجانب السوري، وأيضا الآن هو يمثل الإرادة والإدارة والمصلحة الإيرانية العليا، وبالتالي هناك نوع من التكافل والتضامن وفق معادلة كما قلت أرساها حزب الله. المعادلة تقول غطوا على سلاحنا نغطي على فسادكم، وانطلاقا من هذه المعادلة التي تختصر حقيقة المأزق اللبناني وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وبالتالي المسؤولية هي مناصفة بين حزب الله من جهة
وباقية القوى السياسية. لكن حزب الله سيد علي يقول إنه يحل مشاكل البلاد وأن دوره توافقي من أجل مصلحة الشعب وتلبية متطلباته، هل هذا فعلا يحقق ويطبق على الأرض؟ وعلى الجانب الآخر، إلى أين وصل أمر سفينة المحروقات التي تحدث عنها حسن نصر الله في خطابه السابق؟ يعني حزب الله لو أراد أن يعني كما تفضلت أن يمارس فعلا الحل، هو بإمكانه أن يشكل الحكومة خلال 24 ساعة. حزب الله تمكن من صناعة رئيس جمهورية وفرضه على اللبنانيين وأيضا الحكومة الأخيرة وغيرها من الحكومات، وبالتالي حزب الله يبدو بأنه يعني هذه لحظة استراتيجية متناغمة مع تغول النفوذ الإيراني في المنطقة ربطا بمفاوضات فيينا، يعني وبالتالي هو يريد يفكر يعمل من أجل حقيقة تغيير النظام في لبنان بما يخدم هيمنته وتأكيد نفوذه على الواقع اللبناني. وهو السيد حسن نصر الله صدق له أن قال هذا، في لبنان أزمة نظام وليس أزمة حكومة، والحقيقة هناك أزمة منظومة كما قلت، منظومة تعمل وفق شعار غطوا على فسادنا نغطي على سلاحنا. الآن إلى السؤال الأخير سيد علي، يعني هناك تصريح لأحد النواب الأمريكيين يقول بعد انتهاء زيارة وفد الكونغرس للبنان اليوم بشر بأن الأزمة السياسية ستنتهي خلال ساعات وأن الحكومة قد تشكل خلال وقت قصير بعد تراشق الرئيسين عون وميقاتي. إلى أي مدى ترى بإمكانية فعلا أن تحل الأزمة قريبا في لبنان؟ حقيقة يعني التصريح الأمريكي هو نوع من الوعد أعطاه رئيس الجمهورية للأمريكيين ليظهر أمامهم بأنه غير معرقل، لكن حالة استجال الخطيرة التي اندلعت اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تقول بأن عملية تشكيل الحكومة دخلت في نوع من الكومة السياسية، وبالتالي هناك صعوبة في تشكيل الحكومة، وربما يقدم الميقاتي وهذا مرجح على الاعتذار، وفيما لو اعتذر ربما يكون المرشح السني الأخير. لكن فاتني بموضوع سفينة المحروقات، هي لم تصل حتى الآن إلى ميناء بانيات، ويرافقها نوع من الجلبة والضوضاء الإعلامية، وبالتالي الأمريكيون أساسا ليسوا ممانعين في هذه المسألة، وإن كانوا دائما يشيرون سيف العقوبات، لكن حسن نصر الله أراد من خلال استجرار الوقود بهدف التخفيف عن الناس، إنما في الحقيقة أراد إشغال اللبنانيين عن أمر آخر، وهو الأمر الذي هتكت فيه صورة ومكانة وهيبة حزب الله من خلال ما حصل في شوية عندما اعترض أهالي شوية على راجمة الصواريخ ونكلوا بمقاومي حسن نصر الله، وهذه لعمري تحدث أزمة داخلية لم يستطع الحزب حتى هذه اللحظة من معالجة آثارها النفسية على الصورة التي اجتهد سنين طويلة في رسمها في المخيال اللبناني والعربي والإسلامي. الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب كنت معنا عبر الإنترنت، شكرا جزيلا لك.